من يعطيني مثال خامس أنه يستطيع الحرام ومع ذلك لا يفعل الحرام؟ مثال خامس تفضل. الغني عرضة أن يكون متكبر أكثر من الفقير. طيب رجعنا برضو للغني برضو بصير، وهي التطاول على الناس واستحقار الناس. انت حضرتك بتستحقر الناس؟ لا والله يا شيخ انا متواضع، هيني بكنس الزبالة وبكنس. طيب انت عندك موظفين؟ لا والله ما عندي موظف، انا موظف، انا موظف عند الناس. طب هو كيف ما انت هيك هيك بدك تكنس لحد؟ لكن هذا الشخص الذي عنده مال وعنده موظفين وعنده ناس وماسك هالقشاطة قاعد بقشط، قاعد بنظف حمامات المسجد، اسأل نفسك تستطيع؟ هذا ايش عنده مال كثير ومع ذلك كما قال اخونا هناك يستطيع ان يتطاول على الناس ومع ذلك يمتنع من التطاول على الناس، لا يتكبر، لا تميزه عن اي شخص من الفقراء والمساكين. فبالتالي هذا يسمى انه يستطيع ومع ذلك لا يفعل، بينما ذاك الشخص الفقير الذي لا يملك المال فهو يقول للناس انا ساتواضع معكم اكل مع اكلكم. ما هو انت اصلا ما بتقدر تاكل مين؟ اكل الاثرياء. شو بدك تفطر انت ايها الفقير؟ والله صحن فول بوسط البلد ابو الليره وربع، وليره وربع والله غالي اصلا. انا بعرف اكلت في الدار، شريت صحن واحنا والمره والاولاد ما كلفناش ليره وربع. هذا شو ماله الفقير؟ بينما ذاك الموسر الذي معاه مئات الالوف ومع ذلك بده ياكل معك صحن فول، يشارك الفقراء، يجالسهم. فهذا اخواني في الله لمسناه عمليا عندما زارني غير واحد من اخواننا بعدما رجعت من السفر، فكان منهم اثرياء ويتكلم بالملايين، زارني من يتكلم بالملايين ومع ذلك جلس في بيتي المتواضع مثل اي شخص لا يملك الملاليم، لا تميزه. هو جالس هنا ومعه ملايين، والذي بجانبه يجلس بجانبه ومعه ملاليم. فهذا الشخص دخل في قلبي انه من المتواضعين. ما الذي سبب له التواضع بمشيئة الله؟ هو تدينه، انه على ديانة واستقامة. ولا كان اول ما دخل قال لك شو هالقاعدة هاي؟ شو هالشيء كل الناس قاعدة عندك فوق بعض؟ شو هالشغلة يا شيخ؟ انا ما بقعد قاعدة زي، لا. هل يستطيع ان يتكلم هذا الكلام؟ يستطيع. وبيبلش الاثرياء يعطوك اقتراحات، ليش ما تتأجر لك صالة؟ تأجر لك صالة يا زلمة بألفين ليرة كل في خلال اسبوع. اقتراحات ايش؟ اهل الدنيا. لكن بان هذا الشخص من المتواضعين جلس كما يجلس الفقراء، هنا الذي يظهر، هكذا يظهر. اذا هذا مثال ايضا جيد، المثال الخامس.